السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين الثاني من دراسة المصارع جهاز والموجه لتلاميذ السنة الثانية وكذلك السنة الثالثة إعداد. إذن في البداية يجب التمييز بين مقابل عدد ومقلوب عدد. إذن مقابل العدد A هو العدد ناقص A، إذن مقابل 5 هو ناقص 5، مقابل 3 على 5 هو ناقص 3 على 5، مقابل ناقص 7 هو ناقص 7. إذا بالنسبة للمقابل فالإشارة اللي كتغير. مقلوب عدد، مقلوب العدد أ هو 1 على أ، ففي الحال أ خصها تكون تخالف 0، لأن 0 ليس له مقلوب، ميمكنش تكسب 1 على 0. إذا مقلوب 5 هو 1 على 5. شوفوا معايا هنا، راه عندنا 5 على 1. مقلوب 3 على 7 هو 7 على 3. مقلوب ناقص 5 على 2 هو ناقص 2 على 5. إذا كنتمنى باش المسألة تكون مفهومة. في المقابل فتنغير غير الإشارة، في المقلوب 1 على العدد، إذا أ هي 1 على أ. نبدأ إن شاء الله دابا في التمرين ديالنا. إذا نحول المترجحات، نبدأ بأول مترجح اللي هي 5x على أكبر من 3. إذا هنا شنو تنشوف؟ أنا عندي هنا 5x أكبر من 3، عندنا هنا العدد 5. إذا لإزالة العدد 5 نضرب طرفين متفاوتة في مقلوب العدد 5. مقلوب العدد 5 هو 1 على 5، إذا عندنا 1 على 5 نضربوها 5x. 1 على 5 عدد موجب يعني المتفاوتة، الترتيب ديالها ما كيتغيرش. إذا 3 في 1 على 5، هنا عندنا اختزال، إذا تيبقى لي x أكبر من 3 على 5. x أكبر من 3 على 5، إذا الحلول هما جميع، إذا الحلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية. هنا نستعملو الحقيقية، وغنفترضو بأنكم قريتو الأعداد اللاجذرية يعني الأعداد ديال الجذور المربعة. إذا الحلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، الأكبر قطعا من 3 على 5. هنا إذا طلبوا مني نمثل الحلول على المستقيم المدرج، وهذه كتكون في الثالثة إعدادي، إذا هنا شنو غادي ندير أنا؟ غادي ندير أنا 3 على 5، يعني ماشي بالضرورة نديرو 0 و1، داكشي ممكن مباشرة ندير 3 على 5. حنا شنو عندنا؟ إكس أكبر العدد 3 على 5، واش من ضمن الحلول أو لا؟ لا. إذا ملي كيكون عندنا أكبر قطعا يعني ما تيكونش من ضمن الحلول، يعني المعقوفة كتكون بهذا الشكل هذا. ندوزو للمثال الثاني، 7x أصغر من ناقص 3. إذا هنا عندنا 7 مضروبة في x أصغر من ناقص 3، إذا للتخلص من العدد 7 نضرب طرفين متفاوتة في مقلوب العدد، إذا 1 على 7 مضروبة في 7x أصغر من ناقص 3، 1 على 7. إذا 1 على 7 عدد موجب، الترتيب لا يتغير. إذا هنا عندنا اختزال، تبقى لي إكس أصغر من ناقص 3 على 7. حلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية. هنا شنو عندنا؟ إكس أصغر، الأصغر هنا عندنا قطعا من 3 على 7، أو عفوا ناقص 3 على 7. إذا هنا إلا طلبوا مني نمثل الحلول على المستقيم المدرج، تندير المستقيم المدرج، تندير ناقص 3 على 7، إذا عندنا الحلول هي الأعداد الأصغر، إذا كنمثل الحلول بواحد لا أولا كنديرها بهذا الشكل هذا. هنا ناقص 3 على 7 لا ينتمي إلى الحلول، إذا هنا كندير المعقوفة بهذا الشكل هذا. ناخذ الآن الحالة الثالثة، عندنا ناقص إكس أكبر من أو تساوي 5. هنا خصنا نتخلصو من عدد ناقص 2، إذا باش نتخلصو من ناقص 2 غادي نضربو في المقلوب ديالو، إذا المقلوب ديال ناقص 2 هو ناقص 1 على 2.
ناقص واحد على اثنان هو عدد سالب. إذا شنو قلنا الترتيب خصو يتغير. إذا خمسة مضروبة في ناقص واحد على اثنان، دائما تنضربه في عدد سالب الترتيب تيتغير. إذا ناقص واحد على اثنان في ناقص اثنان إكس، سالب السالب موجب، وعندنا هنا احتساب، إذا تيبقى لي إكس أصغر من خمسة في ناقص واحد على اثنان، إذا البسط في البسط، المقام في المقام، إذا هي ناقص خمسة على اثنان. حلول مترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، عندنا هنا أصغر، الأصغر من أو تساوي ناقص خمسة على اثنان. إذا نمثلوا الحلول على المستقيم المدرج، وتمثيل الحلول إلا طلبوا مني نمثل الحلول، لما طلبوش مني ما كنمثلش حلول. إذا حنا عندنا ناقص خمسة على اثنان، الحلول أصغر إذا توجد على يسار ناقص خمسة على اثنان، أصغر من أو تساوي، إذا العدد هنا تساوي، يعني الحل راه يعني ناقص خمسة على جوج يمكن له يكون من ضمن الحلول. إذا هنا خصني ندير واحد المعقوفة في الشكل هذا. الحالة الموالية عندنا اثنان على ثلاثة إكس أكبر من خمسة. إذا نفس الشيء هنا غنحاول نتخلص، دائما كنتخلصو من المعامل ديال إكس. إذا شنو قلنا حنا كنضربو في المقلوب ديال المعامل، عندنا هنا جوج على ثلاثة إكس، المقلوب ديالو هي ثلاثة على جوج، مضروبة جوج على ثلاثة إكس، عدد ثلاثة على جوج موجب. إذا الترتيب ديال المتفاوتة ما غاديش يتغير. هنا بطبيعة الحال عندنا اختزال، اثنان ثلاثة ثلاثة تيبقى لي إكس هي خمسة في ثلاثة هي خمسة عشر على اثنان. حلول مترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، الأكبر قطعا من خمسة عشر على اثنان. إذا تمثيل على المستقيم المدرج، عندنا خمسة عشر على اثنان، الحلول أكبر خمسة عشر، إذا كنمثلها بالشكل هذا، هنا قطعا يعني خمسة عشر ليست من ضمن الحلول، إذا هذا هو التمثيل على المستقيم المدرج. الآن نشوفوا الحالة الموالية، عندنا المترجحة ناقص إكس على سبعة أصغر قطعا من ناقص سبعة. حنا قلنا ديما خصني نشوف المعامل ديال إكس، إذا المعامل ديال إكس هنا شنو هو؟ هو ناقص واحد على سبعة مضروبة في إكس أصغر من ناقص سبعة، دونك هاد الكتابة راهي كتابة. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في المقلوب ديال هاد المعامل هذا، المقلوب ديالو هو ناقص سبعة على واحد مضروبة في ناقص إكس على سبعة، ناقص سبعة على واحد عدد سالب، يعني الترتيب كيتغير، إذا هي ناقص سبعة مضروبة في ناقص سبعة على واحد، إذا هنا راهنا ضربنا في عدد سالب، إذا الترتيب تغير. هنا سبعة كتمشي مع سبعة، الناقص مع الناقص موجب، إذا كيبقى لي إكس أكبر من ناقص سبعة في ناقص سبعة هي تسعة وأربعون على واحد هي تسعة وأربعون. إذا الحلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، الأكبر قطعا من تسعة وأربعة. تمثيل الحلول على المستقيم المدرج، هنا عندنا تسعة وأربعين، إذا أنا إكس أكبر يعني خص تكون على يمين عدد تسعة وأربعين، هنا قطعا إذا تسعة وأربعين ماشي من ضمن الحلول، يعني يكون واحد المعقوفة بهذا الشكل هذا. ندوزو الحالة الموالية، ناخدو ناقص إكس على 12 أصغر من 7.
هنا كما كتشوفوا فملي كنضربوا في المقلوب العدد، هنا كيمكن لي نبسط الكتابة، كيمكن لي هذا الشيء اللي كاتب هنا ما نكتبوش مباشرة، ندوس ندير اكس اكبر من ناقص 7 مضروبة في ناقص 7 على 1 مثلا. إذا شنو قلنا كنضربوا في مقلوب العدد مقلوب معامل أ، إذا المعامل هنا هو ناقص 1 على 12 نضربه في المقلوب ديالو، إذا إكس إذا نضربه في المقلوب ديال ناقص 1 على 12 اللي هي ناقص 12 وعدد سالب، إذا هنا الترتيب كيتغير، إذا 7 مضروبة فاش ناقص 12 على 1. إذا هنا إذا شتو حنا اختصرنا الكتابة، إذا فرض نكتب هنا ناقص 12 على 1 مضروبة في ناقص إكس على 12 ومن بعد نختزل، يمكن لي مباشرة ندير هذه الكتابة هذه. إذا هذه خاصة تاني إكس أكبر من ناقص، إذا 7 في ناقص 12 7 في 2 4، إذا هي ناقص 84. إذا الحلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر قطعا من الأعداد ناقص 84. بالنسبة للمستقيم المدرج بهذا الشكل هذا، غادي نديرو العدد ناقص 84، حنا عندنا إكس أكبر، إذا غادي نديرو عدد كتكون هنا أكبر قطعا من الأعداد ناقص 84 ليس من ضمن الحلول.